على إثر تتويج الفريق الوطني بلقب بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2021، هنأ الملك محمد السادس في اتصال هاتفي المدرب الحسين عموت على هذا الإنجاز الرائع للفريق الوطني. وكلف الملك خلال هذا الاتصال الهاتفي عموت بإبلاغ أحر تهانيه إلى كافة اللاعبين وإلى أعضاء الطاقم التقني والإداري للفريق الوطني، كما أعرب الملك عن اعتزازه بهذا الإنجاز الرائع لفائدة الرياضة الوطنية. يستعد المطرب المغربي البشير عبدو بعد غياب طويل لطرح أغنية وطنية جديدة تتغنى بحب الملك محمد السادس تحت عنوان ملكنا يا حبيب الروح. وأعلن سعد المجرد على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام أن والده سيطرح يوم الأربعاء المقبل الأغنية قائلا: ترقبوا جديد بابا حبيبي الفنان الكبير بشير عبدو الأربعاء 10 فبراير على الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب في أغنية جد معبرة على حبنا لملكنا الهمام بعنوان ملكنا يا حبيب الروح. من جهته شكر البشير عبدو ابنه على التقديم في منشور قال فيه: ألف ألف شكر ولدي العزيز سعد المجرد على تقديمك أغنيتي الجديدة ملكنا يا حبيب الروح لعشاقك ومحبيك في كل مكان داخل وخارج مغربنا الحبيب، أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع يا رب، وسيبقى شعارنا دائما الله الوطن الملك.